جائزتك احمد مايك. مايك خربان نعطيك. مرت من المرات يعني ايه؟ داخلين في شارع غرب الرياض ايه؟ وكان فيه خوي اللي فهد بن هوصان حزيمي نعم ابو تركي الله يمسيه عليه بالخير. ودخلنا مع ذاك الشارع الا والله ذاك المشغل وفي عبايات وعلى القزاز حاطن البرقع وحاطن ماسة على القزازة وحاطن عيون والمهم المهم تعبن عليه. قال تكفى ابو حاتم ابغالي ابيات في البرقع. سلام. قلت فيك شده نروح للمزاحميه ونرجع. اي والله. ليش؟ الشاعر كل ما طلع كل ما طلع من الزحمه كل ما جاته. والله كلام جميل ابو حاتم. اي والله احبي لك روح. قلت برقع شفته على وجه شيهانه غرب الله من يسويه ويبيعه يوم لدت بالنظر بانته وجانه تلي قلبي يا فهد بين اصابيعه أشهد إني عفت أنا الناس من شانه ما ذبحني غير ضحكه وتدليعه لو يبيعون ترى الناس شفقانه أشتريه بغالى الأثمان ما بيعه يا فهد مليانة العود ريانة لو تقول طيح في البير لا طيعة عاد رد علي قال يا ابو حاتم البير مطوية ولا تاخذ كذا. صح لسانك يا ابو حاتم. صح بدنك. يسلموا يسلموا يسلموا. الله يسلمه. ما شاء الله وجهك يا ابو حاتم بس والله تهر الشارع. اي والله طره. شاعر قصدي. اي طره شيهانة. يا سلام يا سلام يا سلام. الشهانة تجي على نوعين. ايوه. طيور ونوع. ابو خالد الله يبارك اول شيء خلينا